بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبأن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. كنا قد وقفنا سابقاً مع مفهوم الخير في كتاب الله عز وجل، وما أجمل ما نقدمه من أعمال خيرة ونحن في هذا الشهر العظيم، ونحن في هذا الشهر المبارك، وهو شهر الخير، وهو شهر البركة، وهو شهر الرحمة. وكنا قد ذكرنا بأن الخير يأخذ مفهوم ما نقدم من عمل قربة لله سبحانه وتعالى، ويأخذ مفهوم العمل الصالح بإطلاقيته. والله عز وجل قد أجرى المقارنة ما بين الأعمال الصالحة، فالخير إنما هو العمل الأحسن. كذلك أجرى الله سبحانه وتعالى المقارنة ما بين العمل الصالح وبقية الأعمال، وهذه المقارنة ذكرت كثيرا في كتاب الله عز وجل، فأخذ الخير مفهوم العمل الصالح، كمثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي ذلك هو الأفضل، العمل الأفضل، والتأويل هنا بمعنى النتيجة، أي وأفضل نتيجة. فيجب أن نلجأ، ونحن نعيش في مجتمع إذا تضاربت هذه المصالح فيما بين بعضنا البعض، فإلى أين نلجأ؟ يجب علينا أن نلجأ إلى القرآن الكريم وإلى السنة المطهرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي يجب أن نسلم أمرنا لله وإلى رسول الله. هكذا نقرأ في تلك المقارنة التي أجراها الله عز وجل في كتابه الكريم: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. الحياة لها موازين كثيرة، فيجب أن نلتزم الصراط المستقيم وأن نلتزم العدل في كل تلك الموازين، وعندئذ نصل إلى النتيجة الأحسن التي ترفع من شأننا في ديننا ودنيانا في أولنا وأخرانا. هكذا نقرأ في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. هناك تجارة في واقعنا العملي، وهذه التجارة هي تجارة مباحة، لا بل إن التجارة مستحبة، ولكن التجارة الأعظم، ولكن التجارة الأفضل أين تكمن؟ تكمن هذه التجارة في تجارتنا مع الله سبحانه وتعالى، عندما نجاهد بأنفسنا ونعطي من رؤوس أموالنا، هذه التجارة ترفع من شأننا عند الله. هكذا نقرأ في قول الله عز وجل:
وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الصلاة واجبة، فكيف إذا كانت بصلاة الجمعة؟ من هنا دعانا الله عز وجل أن نصل إلى العمل الأفضل الذي هو الخير. إنما هذا العمل الأفضل هو أن نذر وأن نترك ما بأيدينا من عمل الدنيا، وأن نفرغ قلوبنا في تلك الساعة لذكر الله سبحانه وتعالى. هذا فرض من الله وأمر من الله سبحانه وتعالى. من هذه المقارنات قول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أجر الله عز وجل هذه المقارنة. لا شك بأن المال هو وسيلة في الدنيا، وبأن البنون يفتخر بهم الإنسان في الدنيا وهم استمراريته في الدنيا، ولكن ما هي الأعمال، ما هي الأشياء التي تبقى معنا ولا تغادرنا على الإطلاق؟ إنما هي الأعمال الصالحة، والباقيات الصالحات خير عند ربك. هذا هو العمل الخير الذي يبقى معنا حتى نعرض نحن وإياه على الله عز وجل، فيشفع لنا عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هكذا نقرأ في قول الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هناك البعض ممن يتصدق ولكنه يمنن في هذه الصدقة، هذا أمر خطير. الكلمة الطيبة أفضل. في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالكلمة الطيبة. أن تبتسم في وجه أخيك صدقة. هذه كلها من أعمال الخير التي ترفع من شأننا في الدنيا وفي الآخرة. نقول في الدنيا لأنها توطد العلاقات ما بين الإنسان وما بين أخيه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. الله عز وجل أيضا أجرى مقارنة، حيث قال الله: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الحياة الدنيا فانية، الحياة الدنيا زائلة، هي لعب ولهو كما بيّن الله عز وجل. فمهما جمعنا ومهما امتلكنا فسوف نتركها، ولكن ماذا يبقى؟ يبقى العمل الصالح لليوم الآخر، لأن المناط ولأن الحقيقة لا تكمن هنا، وإنما تكمن في اليوم الآخر في لقاء الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هكذا يتبين لنا بأن الخير إنما هو العمل الصالح بكل أوجه هذا العمل الصالح. والله عز وجل، وأختتم أيها السادة بأن الخير كما بينه الله عز وجل إنما هو القرآن الكريم أو هي الشريعة. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. نعم أخي المؤمن، القرآن الكريم هو الخير بحد ذاته، لأن القرآن هو عطاء الله. لم يقولوا أنزل الله القرآن، مع العلم بأنه سمي قرآنا بلحاظ أنه مقروء، ولم يقولوا أنزل الكتاب وهو كتاب بلحاظ أنه مكتوب، ولم يقولوا أنزل الفرقان وهو فرقان لأنه يفرق ما بين الخير والشر، ما بين الفضيلة والرزيلة، ولم يقولوا أنزل الذكر، وإن أفضل أنواع الذكر التي نتقرب من خلالها إلى الله هي قراءتنا بالقرآن، ولكنهم قالوا أنزل خيرا، لأن هذه الكلمة العظيمة إنما تشمل كل تلك الجوانب التي ذكرناها، فالقرآن هو هدية الله
لنا جميعا، وشهر رمضان مقرون مع القرآن الكريم، فما أجمل أن نكثر من قراءتنا في هذا الشهر وأن نترجم ما قرأناه سلوكا وفعلا على أرض الواقع. أسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة علينا وعليكم وعلى بلدنا وأمتنا بالأمن والأمان والسلم والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.